يتأخروا عن النهائي في تونس أمام الترجي هيأثر على الأهلي ولا لأ؟ لا هيأثر شوية بس، هو مش هيأثر كتير يعني، عندنا لاعيبة بديلة غيره، بس هو حصل غلط يعني هو قطع التيشيرت، بس مش هيأثر كتير الحمد لله، إن شاء الله هنقدر نعوض وهنفوز إن شاء الله. لا مش هيأثر، الأهلي كبير. ليه يعني؟ مين ممكن يقعد مكانه؟ ممكن صلاح محسن أو مروان محسن. لا في واحد زي صلاح محسن مثلا 19 سنة وبيأدي جامد جدا، ده لو نزل هيفرق برضه جامد. بقى زي مروان محسن برضه رغم سنه اللي هو 28 سنة بيجري وبيروح وبيجي وبيهاجم وهيدرز وكل حاجة. ده مش هيفرق قوي مع طريقة لعب الأهلي. النتيجة هتبقى كام؟ النتيجة؟ لا إن شاء الله هنكسب. كام كام؟ كام كام؟ يعني 2-0 للأهلي. وبتوقع 1-0 للأهلي. أتمنى 1-0 للأهلي. إن شاء الله.